شكرا عبد العزيز العطوي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدا وبه نستعين. اسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نرحب بكم في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الصباحيه ضمن هذا السباق المحلي الثامن. على بركة الله أعلنت انطلاقة شوطنا السادس، شوط خاص بالقعدان الثنايا ضمن هذه الأشواط المفتوحة والخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. على بركة الله نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط، نتابع البداية والصدارة، أتابع أول المراكز وأول المنطلقين راهي لهجن الشحانية يتقدم على الصدارة وعلى البداية بمتابعة وتضمير جار الله بن محمد بن عقيل هنا على البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني المراكز والقادم في هذه اللحظات وقار يصل مع ثاني المراكز للشيخ ذياب بن سيب بن محمد آن هيان الصادق فضل الأمين من يتابع في التضمير القادم مع ثاني التحديات، بينما أتابع وصول في هذه اللحظات وصل العساس مع ثالث المراكز لهجن الشحانية بمتابعة فاران بن محمد بن قريع يتابع العساس على المركز الثالث، بينما أتابع في هذه اللحظات رابع الأسماء من الجانب الآخر التقدم والقادم الذيب لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني سعيد بن حمد بن دغمال الزرعي يتابع في التضمير، وخامس المراكز يتقدم هنا ويتواجد الباز لهجن الشحانية وبمتابعة جابر بن سالم بن فاران. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى مشاهدينا الكرام، مراكزنا المتقدمة في هذه الأجواء الرمضانية وهذه الأجواء الجميلة، نتابع هذه التحديات وهذه الانطلاقات. أعود هناك من خلال أيضا هذه التحديات أتابع راهي هنا على الصدارة على مقدمة الشوط، يتقدم راهي لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل في المتابعة والتضمير، يتقدم راهي هنا بهذا التحدي، بينما أتابع القادم وقار يصل للشيخ ذياب بن سيب بن محمد آن هيان الصادق فضل الأمين في المتابعة والتضمير، ولكن العساس قادم مع ثالث التحديات لهجن الشحانية فاران بن محمد بن حمد بن قريع، بينما أتابع من الجانب الآخر وصول من الذيب لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني سعيد بن حمد الزرعي في المتابعة والتضمير، ولكن أتابع التقدم والأسماء القادمة هنا، أتابع الباز والوسمي غير إلى خامس المراكز لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري يقدم الوسمي القادم مع خامس المراكز. الله 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 يا الأسماء، الله يا الانطلاق الذاتي في منافسات الكبار في هذه التحديات، ومسافتنا هي 8 كيلومترات. أتابع سن الثنايا، هذا السن الحاضر في انطلاقاتنا في هذا الصباح. أعود هناك عبر الكادر الأعلى لقناة الريان لأتابع انطلاقة راهي على الصدارة وعلى مقدمة الشوط لهجن الشحانية. الله يا البرنس، يتابع هذا التقدم، يتابع راهي وانطلاقته على البداية والصدارة. جار الله بن محمد بن عقيل مع هذا التحدي، مع هذا الانطلاق الأول، بينما أتابع العساس يصل مع ثاني المراكز مشاهدينا الكرام لهجن الشحانية بمتابعة فاران بن محمد بن حمد بن قريع يتقدم مع ثاني المراكز من الجانب الآخر. وصول من وقار يصل في هذه اللحظات
للشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة والتضمير. ولكن الذيب قادم، الذيب قادم في هذه اللحظات، يصل مع رابع المراكز، يتقدم الذيب لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني سعيد بن حمد الزرعي في المتابعة والتضمير. والقادم متابع الباز لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، الأسماء قادمة، وتابع المختبر قادم، ووصول أيضا من متعب. الله يا الأسماء، الله يا الشعارات القادمة في هذه اللحظات. هجن الرئاسة قادمة وهجن العاصفة في هذا الانطلاق، في هذا التحدي. هناك القيادة لدى أيضا شعار هجن الشحانية، لدى راهي 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 بأدائه بانطلاقه على الصدارة، قائدا للجموع، قائدا لهذه الأسماء مع البداية والصدارة لهجن الشحانية. يتقدم راهي جار الله بن محمد بن عقيل هنا مع الصدارة مع البداية، ولكن أتابع العساس، العساس قادم مع ثاني المراكز لهجن الشحانية بمتابعة فرار بن محمد بن حمد بن قريع. من الجانب الآخر هناك القادم وقار للشيخ ذياب سيب بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين. يتدخل الذيب في هذه اللحظات، ينطلق إلى ثالث المراكز لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني سعيد بن حمد الزرعي. ولكن القادم وصول من المختبر، يصل المختبر لهجن الرئاسة، يتقدم في هذه اللحظات إلى رابع المراكز بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والقادم هنا وتابع متعب لهجن العاصفة، يتدخل مع خامس المراكز بمتابعة غياث الهلالي. الله يا الأسماء، الله يا التحديات، الله الله الله. ولكن أتابع، أتابع شعارات حاضرة في هذا الشوط، أسماء قوية نتابعها من خلال هذا الانطلاق، من خلال هذا التواجد هنا على أرضية ميدان الشحانية. بدأنا بالانعطاف، بدأنا بالانعطاف والاقتراب رويد الرويدة من خط النهاية. أعود مع الصدارة، أعود مع راهي يقود الأسماء، يتقدم منذ البداية راهي 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 بأدائه وانطلاقه على الصدارة بالشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية. وبمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يتابع راهي مع هذا الانطلاق، مع هذا التحدي. العساس قادم، العساس قادم بنفس الشعار، بالشعار لدعم، شعار هجن الشحانية. يتقدم العساس بمتابعة فاران بن محمد بن حمد بن قريع. ولكن المختبر، المختبر القادم مع ثالث المراكز بشعار هجن الرئاسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم المختبر هنا في هذه اللحظات. يتقدم المختبر ومتعب يراقب الموقف، يتابع أيضا هذه اللحظات هنا بشعر هجن العاصفة وغياث الهلالي، يتابع هذا الانطلاق وهذه التحديات القادمة. وخامسا نتابع هناك الذيب لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني سعيد بن حمد الزرعي. الله الله الله، الله يا الأسماء، الله يا الأسماء، الله يا الحضور المميز في هذه الأجواء المميزة. أعود مع الصراع، أعود مع البداية. هناك مع راهي، راهي راهي على الصدارة، راهي على مقدمة الشوط. بسم الله ما شاء الله على هذا الأداء، هذا الانطلاق الذاتي إلى هذه اللحظات مع راهي قائدا للجموع، قائدا لهذه الأسماء. راهي لهجن الشحانية يتقدم بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل مع أول المراكز. ولكن العساس، العساس القادم مع ثاني المراكز لهجن الشحانية فاران بن محمد بن حمد بن قريع يتقدم مع ثاني المراكز. ولكن هجن العاصفة قادمة مع متعب، متعب يتقدم، يتدخل في هذه اللحظات. الله
اوه الله متعب يشكل الخطر، يشكل الخطر بهذه اللحظات لهجن العاصفة. غياث الهلالي في المتابعة والتضمير، تحرك المختبر لهجن الرئاسة يتقدم مع ثالث المراكز بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير مع راهي، راهي على الصدارة، متعب مع ثاني المراكز، المختبر ثالثا، ولكن الأسماء قادمة. القحيدي يصل مع رابع المراكز، وصول من مشيرب لهجن الشحانية مع خامس المراكز. الله يا الأسماء، الله يا التحديات القادمة، ولكن أعود، أعود إلى الصدارة. راهي، راهي على الصدارة، راهي بأدائه، بانطلاقه، بشعاره المميز، يقدم هذا الأداء الذاتي إلى هذه اللحظات. راهي على الصدارة لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن الخطر، الخطر من متعب القادم في هذه اللحظات. متعب لهجن العاصفة، العاصفة وهجنها القادمة في هذه اللحظات. متعب غير، غير على الصدارة لهجن العاصفة. راهي لهجن الشحانية، ثنائية انطلاق، تحدي أخير. راهي ومتعب، هجن الشحانية، هجن العاصفة في هذا الحوار، في هذا الحوار الثنائي. الله الله، متعب، متعب العاصفة مع الصدارة، وراهي الشحانية يحاول مع اللحظات الأخيرة، ولكن متعب، متعب خط النهاية. هجن العاصفة، هجن العاصفة، هجن العاصفة مع الناموس، مع الانتصار. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتانية لغياث الهلالي. ثاني المراكز وصل راهي لهجن الشحانية، ثالث المراكز المختبر لهجن الرئاسة، ورابع المراكز كان الوصول من القحيدي لهجن الشحانية، وخامسا وصل مشاهدينا الكرام عبرود لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول متعب إلى خط النهاية، 12 دقيقة 33 ثانية 38 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتهانية لغياث الهلالي. المركز الثاني مشاهدينا الكرام وصل راهي ب 12 دقيقة 34 ثانية و30 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية لجلال الله بن محمد بن عقيل. المختبر ثالثا ب 12 دقيقة 36 ثانية 70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والثانية محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا.